نقلة ممتازة من خلف سيباس موسونا. عدت كرة موسونا انقاذ رهيب، لكن ما زالت الكرة عند أمير. أمير سعيود يلعب الكرة، أمير عبد العزيز الحرام يصوبها. جول اعتراف كبير جدا من جبين الفريق الطائي، وقوف لاعبي الطائي. توقعوا ان امير سعيود سيخرج الكرة، لكن امير فضل صناعة الهدف الاول للفريق الطائي، فضل صناعة الهدف الاول للطائي. وغضب كبير من لكن اللعبة سليمة. حكم المباراة يطلب من الجهاز الفني لفريق الاتفاق العودة. المهم عند الفريق الطايب أن سجل الهدف الأول وأحرز التعادل قبل نهاية وقفته. يعني أعتقد أن كل الاتفاقيين ظنوا أن أمير سعيد سيخرج الكرة إلى خارج الملعب. حكم المباراة سلطان الحربي. غضب كبير هنا اللقطة. شوف وقفة أمير سعيد، ظنوا أنه راح يطلعها، لكن عبد العزيز الحرابي استغل الكرة وسجل الهدف الأول. هدف سليم، هدف ما في شيء في قانون كرة القدم، ما في شيء. سلطان الحربي يطرد فايز السبيعي في وسط غضب كبير لفايز السبيعي، لكن حكم المباراة يطرده. فايز صاحب الخبرة الكبيرة، حارس الدوري السابق، أندية كبيرة حرز لها فايز السبيعي. يخرج فايز بعد الطرد الذي أتى من سلطان الحربية. حكم المباراة يقول لا، ما في شيء في هذه اللقطة. يعني الفريق الاتفاقي وصل غضب كبير من الطريقة التي تعامل فيها أمير سعيود. يعني أمير سعيود وقف.